وكرت كانت معنويات عالية، كان ولدي صلب ونفسيته قوية الحمد لله. وهو ماشي على خط الحسين، مستحيل 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 ولدي يهبط راسه لو ينكسر، مستحيل يقدرون يكسرونه. ماشي على خط الحسين وخط الزهرة. بس أني أطلب منكم وأناشد العالم مناشدة بالتحرك لنصرة قضيته، لأن ولدي بريء براءة الذئب من دم يوسف. وأقول وعيد ولدي بريء، ولدي بريء، ولدي بريء، ولدي بريء، واللي بيرتكب فيه أي سوء يكون في ذمة دم ولدي، في ذمة دم ولدي. وأناشد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من يرتكب خطأ في حق ولدي، لأن ولدي بريء.